صباح الأرواح اللي بتلتقي عبر قلوبنا بالرغم من وجود شاشة التلفزيون، صباح الجاذبية والطاقة عبر أثير الأجواء والنسمات الجميلة اللطيفة بهذا الصباح، صباح القلوب الصافية والحب الصافي من القلب للقلب. صباحكم ورد وحب كبير. يمكننا سوا فايق يا هوا، يمكننا سوا والدمع سهرني وصفوني دوا دار الدوا حبك وفتش عالدوا. صباحنا اليوم كان مختلف، كان يعني بيغلب عليه طابع الطفولة والبراءة من صورة وصلتنا من زميلنا وزميلتنا يزن ومجد لبنتهم الطفلة الأمورة اللي بتجنن، اللي عطتني طاقة على الصبح، طاقة عن جد إيجابية، طاقة صافية. وصورة الفواكه قديش هيك فرحتني وضحكتني بنفس الوقت، ما شاء الله عليها، الله يحميها ويخليها لأهلها يا رب، ويحمي جميع أطفالكم ويرزق كل البيوت بالأطفال وطاقة الأطفال الحلوة. أهلنا مشوار تركونا وراحوا قالوا لاد صغار ودارت فينا الدار، ونحن ولاد صغار ودارت فينا الدار، ونحن ولاد صغار والهوى جمعنا وفرقنا الهوى. نرى ما لا نريد ونريد ما لا نرى، فنفقد قيمة ما نرى ونضيع في سراب ما لا نرى. كن حريصاً أن لا تفقد قيمة ما ترى. هناك أوقات نشعر فيها أنها النهاية ثم نكتشف أنها البداية، وهناك أبواب نشعر أنها مغلقة ثم نكتشف أنها فعلا المدخل الحقيقي. إذا لم تحاول أن تفعل شيء، أبعد مما قد أتقنته، فإنك لا تتقدم أبداً. رحلة النجاح لا تتطلب البحث عن أرض جديدة، ولكنها تتطلب الاهتمام بالنجاح والرغبة في تحقيقه والنظر إلى الأشياء بعيون جديدة. فايق على سهرة وكان
وأخيرا الشتاء هو بداية الصيف، والظلام هو بداية النور، والضغوط هي بداية الراحة، والفشل هو بداية النجاح. والعتوب مسافرة وما في كلام، ولا هدي قلبك ولا قلبي هدي، فاي عسهرة وكان في ليل ندري. وطني لسه بخير ورح يضل بخير طول ما في نشامة وطول ما في أجاويد بالأردن. كانوا صحاب من الطفولة، كانوا مثل الأخوان، وظلوا يعني لأجل الصدفة مع بعض على مقاعد الدراسة في الجامعة. واحد منهم كان مقتدر مادياً، والثاني يعني وضعه شوي صعب، وضع أهله، كان يشتغل لحتى يقدر يأمن ثمن الساعات اللي بدرسها بالجامعة. فصل من الفصول، صار عند أهله ظرف عائلي وما قدر إنه يسجل لهذا الفصل. صاحبه قرر إنه بده يساعده. هذا صاحب عنيد، مثل كل شباب الأردن، عنده كرامة وعنده يعني عزة نفس. صاحبه سرق هويته وصف على طابور طويل، سجله 18 ساعة وأعطاه الجدول وحكى له ما رح أداوم بدونك هذا الفصل. ومن وطني لسه بخير ورح يضل بخير، خلينا نبدأ صباحنا بأهم العناوين في صحفنا المحلية والأخبار اللي عم بتصير بوطننا. بدنا نشوف جريدة الرأي بالبداية، الأخبار أو العناوين المهمة اللي جاءت في جريدة الرأي. رئيس الوزراء الياباني: الأردن محور الاستقرار في الشرق الأوسط. الرزاز: التحدي الأبرز استعادة ثقة المجتمع. شويكا: حزمة قرارات لتطوير القطاع العام. محليات الرأي، محليات صحيفة الرأي: الحكومة تقر الموازنة اليوم. جلسة رقابية للنواب، والطاقة تستحوذ على الحيز الأبرز وتحويل أسئلة لاستجوابات دراسة لاستجوابات. في جريدة الغد: إسحاقات مطلوب تضافر الجهود الوطنية لحماية الأطفال من العنف. ومن ملحق حياتنا: قصتنا في بوكجتنا، مشروع يستعيد ذكريات الجدات بطهي وحفظ الأطعمة. اكتشاف بنية غامضة في دماغ البشر. ميزات استثنائية لمن يمتلكون درجة عالية من الوعي الذاتي. التدليل الزائد نتائج سلبية يجنيها الطفل. ومن الدستور الاقتصادي: صناعة عمان تدعو لاستمرار التباحث مع العراق لإعفاء الصادرات الأردنية. ومن الرياضة في صحيفة الدستور: منتخب السلة يواصل التحضير لمباراة نيوزيلندا بتصفيات كأس العالم غدا. Thank you.
ننتقل هلا لفقره الابراج ومواليد 28/11 بنحتفل معهم اليوم وبنحكي لهم حظك معنا على الصعيد المهني، ترقيه بالوظيفه تستحقها وضغط بالعمل لهذا الاسبوع. اما على الصعيد العاطفي برجك يطالعك بمحبه الناس الكبيره لك واليوم تشعر كثيرا بهذا الحب. ننتقل لبقيه الابراج وبنبدا مع برج الحمل. برج الحمل، أنت من اتخذ قرار العزوبية ولكنك اليوم تشعر بالندم. شخصيتك عطوفة رومانسية تجعلك تشعر بالآخرين وتحاول دائما أن تتفادى الصدام أو الجدال الحاد معهم. تفادى الأمور التي تغضبك وحاول أن تسيطر على أعصابك. ربما كان الجانب الآخر أكثر خضرة وتتواجد الأعشاب بصورة أفضل. كل ما عليك هو البحث عن وظيفة إضافية وليس ترك الحالية، والأرزاق على الله رب العالمين. برج السرطان، إحساسك بالكسل أو انعدام الحيلة والعجز كبير، لكن الخبر الممتاز هو أن القليل الذي تنجزه يكون بمشيئة الله تعالى متقن وبدون أي أخطاء أو ثغرات، واليوم ستمر بالعديد من المواقف المثيرة للاهتمام. ستشعر أنك محور اهتمام الآخرين ومصدر إلهامهم، لذلك ستتصرف بالكثير من الثقة وستقدم الكثير من الإبداعات. إذا كانت حبيبتك من مواليد برج العقرب، فاعلم أنه قد حان دورك لكي تتخذ المبادرة وتظهر لها حبك، فالأفضل أن تبذل ما بوسعك قبل أن تندم لاحقاً. برج الأسد، قد يقوم أحدهم بحيلة لاستغفالك بحجة الإسراع بإنهاء يوم العمل. تمسك بالروتين والنظام بحذافيره حتى لو كلفك وقتاً أطول لتكون بمأمن من الخداع. تبدو مرهقاً الليلة، فلا تكلف نفسك بالمزيد من الأعباء وحاول أن تأخذ قسطاً من الراحة. تحلى دائماً بالتسامح، فلا يوجد بيننا إنسان كامل. ستفاجأ اليوم عندما تعلم أن صديقك المقرب قد وجد شريك حياته الذي كان يحلم به. برج العذراء، حماسك الزائد قد يتم ترجمته لتصرف عدواني غير محمود على أرض الواقع. انتبه لعباراتك، فهناك من يفهمها بصورة خاطئة لتتحمل أنت عواقبها. عليك أن تتخلص من مسببات القلق والتوتر، وأنت تحتاج للحب في حياتك لتستعيد السلام والسكينة مجدداً. إذا كانت حبيبتك من مواليد نفس البرج، فعليك أن تدرك كم هي شخصية استثنائية، ولذلك لا تحاول أن تتعامل بتحفظ معها. كن على طبيعتك وحاول السيطرة على توترك بتدريب نفسك على التصرف بنوع من الثقة بالنفس. برج الميزان، امنح من تحب بعض الاهتمام حتى تحصل على احترامه وتقديره، ولا تضع وقتك في مشاهدة الحوارات التلفونية أو التلفزيونية يمكن، لأن كل هذا لا يمكنه أن يضيع إحساس الوحدة الذي تشعر به. الأحلام شيء جميل ويمكنك تحقيقها، لذا أغلق عينيك واحلم بما تشاء. التحرك دون رؤية واضحة أو معلومات تنير لك الطريق لن تؤدي سوى لمزيد من التخبط والتعثر، وإلا فالسكوت وتجميد الموقف أفضل ما يمكنك عمله حتى تتضح الأمور. برج العقرب، مزيد من الطاقة تغمرك منذ الصباح الباكر. رغم برودة الطقس إلا أنك تشعر أنك كرة لهب مشتعلة ترغب في نسف الجبال. وظف طاقتك فيما يفيد ولا تحاول أن تبني مستقبلك كاملاً.
على حالة الارتياح التي تشعر بها تجاه صديقتك الحالية، فما يجمع بينكما ليس حباً حقيقياً. إذا كانت حبيبتك من مواليد برج الدلو، فعليك أن تدرك أن علاقتك تمر بحالة كبيرة من الشغف، وهو أساس أي علاقة ناجحة. برج القوس، لا مانع من زيادة الحرص والحذر حتى إن كنت حذراً. زيادة الخير خيرين. ربما كانت نصيحة من حولك مفيدة في وقت تغفل فيه عن حماية مصالحك. ربما تلتقي بشخص ذو مكانة خاصة عندك اليوم، وقد تقضي معه وقتاً لطيفاً. لا تدخل مع الآخرين في مناقشات حادة، وخاصة في المواضيع التي ليس لديك فيها خبرة كافية. إذا كنت ترغب في قضاء بعض الوقت مع أصدقائك، فقوموا بتنظيم سهرة رائعة هذا المساء، واستمتعوا بممارسة الألعاب المسلية. برج الجديد، قد تشعر باستفزاز ورغبة في الرد الفوري على أشخاص تافهين. تمسك ببرود أعصابك كبرودة الجو من حولك لتزيدهم غيظاً. رتب ردك عملياً في وقت لاحق، ولا تستمع للأكاذيب التي يضعها المخربون في طريقك. إذا لم تكن حريصاً وواعياً، سترتكب أخطاء فادحة لن يمكنك تلافيها أبداً. إذا كانت حبيبتك من مواليد برج الثور، فعليك أن تستغل حالة الفضول التي أصابتك مؤخراً في تطوير علاقتكم حتى تصل لقمة الانسجام والتناغم. برج الثور، ترغب في تعاون أعضاء فريق العمل بدون حافز أو دافع مناسب، إذن أنت تبحث عن خيال. تأكد من توفير الأجر المناسب للأجير قبل أن يجف عرقه اليوم. ستريد التخلص تماماً من كل ذكريات الماضي. أنت لم تستفد أي شيء من علاقاتك السابقة، وتريد أن تعثر على حب حقيقي دون أي تأثيرات خارجية. إذا كانت حبيبتك من مواليد برج الأسد، فعليك أن تحاول التحرك خارج دائرة المألوف بالنسبة لك، وتتخطى بعض الحواجز والقيود لتشعر أنك على قيد الحياة. برج الجوزاء، تقدمك على الجبهتين العاطفية والعملية قد يكون بطيئاً، لكنه ملموس ومتين بمشيئة الله. لا داعي للدفع بالأمور للسرعة وارتكاب أخطاء. العزلة قرار وليست سجن، فيمكنك أن ترجع في قرارك إن أردت ذلك. قد تقضي ليلة رومانسية رائعة مع أحد الأفراد الذين ينتمون لنفس برجك. من الواضح أن علاقتك ناجحة جداً، وخصوصاً مع الشخصيات التي تنتمي لبرج السرطان والجدي. برج الدلو، لا تعترف بالهزيمة رغم شعورك باليأس. قد تفاجأ بالحل في توقيت غير متوقع. عادة ما يكون المفتاح الأخير في ميدالية المفاتيح هو المفتاح الصحيح. هذا المساء قد تشعر ببعض القلق والتوتر لأنك تبحث عن الحب الصادق ولا تستطيع أن تجده بسهولة. إذا كنت قد مللت من قضاء معظم يومك في الحديث مع الحيوان المدلل بمنزلك، فلابد أن تتحلى ببعض الشجاعة حتى تخرج لمواجهة الحياة والاحتكاك بالآخرين. برج الحوت، آخر برج، علاقاتك واتصالاتك تكون مفيدة للغاية وفي خدمة أهدافك، لكن عليك أن تقوم باستعمال هاتفك وطلب المساعدة من ذوي الخبرة وكبار شيوخ العائلة دون خجل. اليوم ستعيش قمة التناغم العاطفي بينك وبين حبيبتك، وستحقق استفادة عظمى من التضحيات التي قدمتها أنت من أجلها سابقاً. وإذا كانت حبيبتك من مواليد برج الميزان، فعليك أن تفهم جيداً أن لديها أيضاً بعض الخيالات الحميمية التي عليك تلبيتها.
أرتمي بين أحضان سطورك وأتحول إلى ظل متماوج فوق ورقتك، أنسل إلى الدورة الدموية لحروفك فتدب في الحياة وأخلق من ضلع أبجديتك. أنا حواء الافتراضية، لا أصير حقيقية إلا حين أركض داخل دفتي كتابك وتتكون لغتي على وهج إبداعك. بك أتحول من دودة قز تزحف إلى فراشة تحلق بحريرها، تصير محبرتي بحراً وأصابعي قوس قزح، يشع بضوء كوكبك. بك أيها الأمير تصير حروفي عصافير وها هي تطير. هل جلست العصر مثلي بين جفنات العنا والعناقيد تدلت كثريات الذهب؟ هل جلست العصر مثلي بين جفنات العنا والعناقيد تدلت كثريات الذهب؟ هل فرشت العشب ليلا وتلحفت الفضاء؟ هل فرشت العشب ليلا وتلحفت الفضاء؟ وهلأ مشاهدينا خلينا نروح لفقرة أسرار الكون ونكمل عن الطاقة والشاكرات. امبارح مشاهدينا حكينا عن أول شاكرة وهي شاكرة الجذر، وشفنا شو أهميتها وشو وظيفتها كمركز طاقة في جسم الإنسان. اليوم رح نكمل ونحكي عن تاني شاكرا وهي شاكرا الحوض أو شاكرا العجز، وهي ثاني شاكرا في نظام الشاكرات الأساسية السبعة. تقع هاي الشاكرا في منطقة السرة وهي المسؤولة عن الثقة بالنفس، وهي تحمل اللون البرتقالي. تكتمل كليا عند سن البلوغ، وايضا شاكرا الحوض عندما تكون فعاله يعني تكون يعني بكامل طاقتها وعملها يكون الانسان افضل في العلاقات الاجتماعيه والجنسيه. وكثير مهم انه نعرف انه شاكرا الحوض تقترن بالاشياء التاليه والتي تتسبب بهذه يعني العلامات. خلينا نشوف شو هي. اللوم والإحساس بالدم، هاي إذا كانت الشاكرة مو شغالة هاي الأشياء اللي بتصير. اللوم والإحساس بالدم، الحصول على المال يعني بيكون ضعيف، القوة، التحكم في النفس، الإبداع والأخلاق وأيضا الجنس. هلأ إذا كان كمان هاي الشاكرة يعني فيها خلل، ممكن زي ما حكينا عن شاكرا الجذر، كيف حكينا انه هي بتتميز باللون الاحمر، فقلنا انه نكتر من اللون الاحمر اذا كان فيها خلل او اذا كانت ضعيفه. نفس الشيء شاكرا العجز هاي اذا كانت ضعيفه ممكن نقويها باللون البرتقالي، يعني قد ما استخدمنا اللون البرتقالي بنحاول نحفزها اكثر. فأيضا في علامات جسدية بتصير بجسد الإنسان إذا صار فيها اختلال هاي الشاكرا، اللي هي ألام في أسفل الظهر، مشاكل في صحة المرأة في الحمل والولادة، يعني هاي الشاكرا بتأثر على الحمل والولادة عند المرأة، ألام في منطقة الحوض، ومشاكل
أو ضعف جنسي. فمشان هيك يعني هاي الشاكرة كمان يعني إحنا ما بنقدر نلغي أهمية شاكرة على حساب شاكرة، بس هاي الشاكرة كمان كتير مهمة لأنه لها علاقة ب يعني أهم احتياجات الإنسان في هاي الدنيا. خلينا نعرف شو الأعضاء الموصولة بشاكرة الحوض، اللي هي المعدة، الأمعاء الدقيقة، الكبد، المرارة، الكلى، والبنكرياس، والغدة الكظرية، والطحال. كيف نوازن شاكرة الحوض وننشطها؟ زي ما حكينا أي شيء باللون البرتقالي ممكن نكتر منه ونستخدمه ونخليه يعني واضح أكثر. الجلوس في الماء أو بجانب بحيرة أو بحر أو نهر، وأن تحاول أن تنسى، هاي الجملة عن جد مهمة، أن تحاول أن تنسى كل الذكريات السيئة والأشخاص ذوي التأثير السلبي عليك. يعني هاي اللي أنا كل حلقة بحكي عنها، إنه الماضي نتجاوزه، ما نضل نعيد فيه، ما نضل نأنب نفسنا ونعذبها وإحنا عم نتذكر أشياء سلبية. هذا بيأثر على فكرة مو بس على هاي الشاكرة، بيأثر على كل الشاكرات، وبيأثر على كل جسم الإنسان، يعني طريقة سلبية على كل شيء. سامحهم، يعني بيحكوا لك إنه لا تتذكر الأشياء السلبية، وسامح الناس وسامح نفسك على كل شيء حدث في الماضي. ولكن كمان احذر أن تحفز الشاكرة أكثر من اللازم لتحافظ على التوازن بين الشاكرات السبعة، لأنه عندما تكون شاكرة الحوض فعالة أكثر من اللازم ستكون حساس وعاطفي كمان أكثر من اللازم. وصلنا لفقرة أنتوا الاثنين. هالفقرة هاي بحب أعطيها شوية وقت أكتر، لأنه بصراحة تفاعلكم فيها أكتر شيء. فمبارح كنا عم نحكي عن العلاقات السابقة وتأثيرها على علاقتنا الحالية ونظرتنا لإلها، سواء من الرجل أو من المرأة. وصلني رسائل إيجابية مبارح، أنه يعني وهذا الشيء كتير يعني خلاني هيك أكون مبسوطة، خصوصا إنها من رجل بيقول إنه أنا ما عندي مشكلة إنه تكون البنت اللي بدي أرتبط فيها، هو مو مرتبط، بس بيحكي إنه أنا يعني بالرغم من إني أنا شرقي ويعني عندي عادات ومحافظ، ولكن ما بمانع إني أنا أرتبط ببنت كانت عندها علاقة سابقة أو خاطبة أو متجوزة أو حتى يعني عندها أطفال، لأنه هذا شيء مو ذنبها، وهذا شيء يعني إرادة من الله. وأهم شيء يعني هو ركز على هاي الشغلة، قال لي إنه أنا إذا بلاقي فتاة أحلامي وكل شيء موجود فيها، ما رح أطلع على موضوع أنه هي كانت مرتبطة أو مش مرتبطة أو نجحت أو فشلت، ما رح أعتبره هذا مقياس. فهذا كان من الردود الجميلة على موضوعنا اللي حكينا فيه اللي هو العلاقات السابقة اليوم. طبعاً كمان يعني شفت رسائل من بنات أنه بتقولك أنه ما هو أوقات بيكون الرجال متأثر بعلاقته السابقة وبيحكي فيها، أو مثلاً بترجع بتطمن عليه إن كان خطيبته أو حبيبته، بتظهر بحياته مرة تانية، هذا هو اللي بيضايق البنات. فإحنا أكيد ما عم نحكي عن هاي الحالة، هاي الحالة أنا يعني بصنفها خيانة، مدام أنت رجعت لحدا قديم يبقى هاي خيانة. هاي أصلاً يعني ما كان موضوعنا إنه الواحد يرجع لعلاقته، أما إذا رجع وأثرت عليه طبعاً هذا شيء مرفوض وشيء ما حدا بتحمله، لا الرجال ولا المرأة.
يعني هاي الاشياء انا ما بقدر اخذ يعني نصيحه او قرار اعطيكم اياه انه تتخذوه، بس يعني برايي وبرايي اكيد الاغلب انه الواحد اذا كان مع حدا موجود حاليا ورجع لحدا من علاقاته السابقه فهاي تعتبر نوع من انواع الخيانه، حتى لو كانت يعني من المراحل الخفيفة من الخيانة، يعني ممكن يتطمن عليها أو يحكي معها، بس كمان هذا كذب وهذا يعني برضو تعلق بالماضي ما إله داعي. بدي أحكي كمان في قصة وصلتنا، يعني أنا اليوم ما رح أطرح موضوع يعني على وجه الخصوص، في قصة من أحد متابعين الصفحة وما بدي أذكر اسمه، هو حكى أنه ما يعني ما بده نحكي اسمه، بيحكي لي أنه كيف ممكن الواحد ببداية العلاقة إنه يحافظ على هاي العلاقة لأنه مرق بتجربة سيئة الكم يوم اللي راحوا، اتعرف على بنت يعني تفاهم هو إياها ومبدئيا كان في يعني مشاعر حلوة، بعدين البنت استخارت فكرت يعني بعدين أخذت قرار إنها تبعد عنه، وحكت له أنا ما ارتحت وأكثر من مرة يعني حاولت أني أشوف إيش القرار المناسب ولقيت أنه أنا لازم أبعد عنك. فهو بحكي لي أنه أنا ما بقدر يعني أفرض حالي وأرجع لها لأنه أنا بالنهاية برضو كرامتي وعزة نفسي وشخصيتي ما بقدر أني أفرض حالي عليها، بس بنفس الوقت أنا يعني متمسك فيها وحتى أني عرضت عليها أنه أرتبط فيها بشكل رسمي وكان جوابها نفس الشيء. فهلأ اللي بدنا نحكي فيه طبعاً إذا حدا عنده رأي أو شيء وبدكم يعني تتفاعلوا على الصفحة ياريت وراح أقرأه أكيد. أنا بقول إنه بهيك حالة ما يعني ما تحاول إنك تتقرب منها، ولكن في نصيحة أكيد يعني البنات بأيدوني فيها، أوقات البنت لما تكون ببداية العلاقة، هلأ أنا ما بحكي عن المراحل المتطورة، ممكن تحكي انه انا مثلا ما بدي اكمل او مو مرتاحه او حاسه انه لازم نبعد عن بعض شوي، او يعني من هاي الكلمات اللي بتتكرر، مو شرط انها تكون فعلا ما بدها تكمل، ممكن بدها تشوف خصوصا ببدايه العلاقه، ممكن بدها تشوف يعني مدى تمسكك فيها، ممكن بدها تشوف شو تاثيرها عليك او شو راح يصير فيك اذا هي تركتك، اوقات البنات بفكروا بهذا التفكير، بس طبعا مو بالمبالغ فيها، اللي هي اذا رفضتك رفض قطعي وقالت لك ما بدي تحكي معي وخلص وما تبعت لي وما تحكي معي هذا شيء مختلف، ولكن انا بشوف انه ممكن انه تتواصل معها بطريق غير مباشر، ممكن انه تحسسها مثلا يعني انه انت متضايق، انه انت مثلا متاثر انها هي بعدت عنك، هذا الشيء اذا كانت هي زي ما أنا حكيت إنه هي عم بتقيس مدى تعلقك فيها أو مدى تمسكك بهاي العلاقة، بتوقع رح يعجبها هذا الشيء أو رح تحبه وممكن ترجع لك. وبالنهاية موضوع العلاقات بشكل عام ما بدي أكون تقليدية وأحكي لكم نصيب وهيك، بس هو فعلاً إذا هي حبتك بالقدر الكافي والمطلوب صدقني ما رح تبعد عنك، يعني أنا هذا رأيي. فإذا ما تجاوبت بالتلميحات أو طرق غير مباشرة، خصوصاً أنك أنت حكيت أنه أنا ما بدي أنا أرجع، إذا ما تجاوبت بهاي الطرق فالأفضل أنه صفحة وتطويها، وإذا هي فعلاً يعني متمسكة فيك أو بينك وبينها التقاء أو رابط حقيقي رح ترجع، بس أنا مع أنك تطوي الصفحة وتعدي وتشوف مرحلة تانية أو بلاش مرحلة تانية، يعني أنا دائما بحكي لما الواحد يطلع من تجربة ما في داعي يدخل بتجربة حقيقية أو مشاعر، لأنه يعني مشاعر الإنسان كمان مو يعني مو لعبة ومو كبسة زر إنه أنا خلص تركت هاي بدي أروح أشوف حدا تاني أرتبط فيه، حتى لو أنت عم بتدور على عروس أو بدك ترتبط في مرحلة شفاء من علاقة لعلاقة لازم الواحد يمرق فيها. فأنا بحكي أو بنصحك إنه تطوي الصفحة، تنسى، تحاول تلهي حالك بأشياء تانية، يا إما رح ترجع بعد فترة أو ما رح ترجع. في فقرة أنا مرة قرأتها أو جملة بحكي لك إنه إذا كانوا اثنين فعلاً بحبوا بعض أو مرتبطين أو بينهم رابط قوي، الماكسيمم أو أعلى حد إنه يبعدوا عن بعض
طرفين ثلاث ايام. اذا تعدوا الثلاث ايام بيكون في اشياء ما رح تروح لبعدين، او في اشياء فعلا انكسرت ما رح تتصلح، او بيكون في اسوأ. يعني انا ما بحكي انه في ناس ما بترجع بعد الثلاث ايام، في ناس بيرجعوا، بس بيكون احد الطرفين او الطرفين عندهم اسوأ غير مبرره، وحبهم مو هالقد يعني صافي وحقيقي ومكتمل. فانا بحكي لك انه اعطي حالك فتره محدده اللي تستناها فيها، واذا ما رجعت بدك تشوف حياتك، بدك تبلش من جديد، والحياه ما بتوقف على حدا، والحب طبعا شيء اساسي بحياتنا، ولكن لازم نحطه ونوظفه ونستغله بالمكان وبالشخص الصحيح، لانه عواطفنا ومشاعرنا ابدا مو لعبه. ومثل ما بدينا بالحب رح ننهي دائما بالحب والابتسامه، وبنشوفكم بكره ان شاء الله بحلقه جديده. باي باي.